هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت ياكم فيديو جديد. طبعا اللي شاف الفيديو السابق، اني رحت بيت اهلي وهنا كانت ماما سويت لي العشاء اللي كلش احبه. طبعا المتابعين القديمين يعرفون اني اكثر شيء احبه البيتزا. طبعا هنا أنا ورا ما قعدنا وسولفنا، وتعرفون هاي الأمور كليتها، سويت مما ليوسف وبدلت له، وبعدين دا أشوفكم توتا شنو جايبت لي. جايبت لي هذول الكفرات، كلش حبيتهم، وهذا اللون الوردي أصلا حطيته قبل على التليفون لأنه عجبني. هذا الأصفر همينة، جابت لي هذا السيت همينة، كلش كلش حلو وعجبني. يجي سوار ويا المحبس مالته. وهنا بنات بعدين ظلينت قاعدين، تعرفون يعني وحدة من تروح بيت اهلها اظل تلتهي وتسولف. حتى اني قليل الزم تليفون من اروح يمهم، بس حاولت انه اصور لكم لانه هو بنات يحبون هاي الاجواء، انه من اروح ومن ارجع يقولوا لي انه نصورين كل شيء. هالمرة قلت لا، لازم اروح واصور اللي اقدر عليه. صح ما صورت لكم كل شيء بالضبط، بس اللي قدرت عليه صورته. طبعا هاي ثاني يوم بنات الصبح، ماما دي تسوي ريوق، سويت بيها السلق مثل ما تشوفون، زعتر وزيت وهالشغلات. هذا الكوب مال ماما كله تجيب كوابة غريبة للمي، يعني دائما تشهي الواحد يشرب مي، تشجع انه يشرب مي، فتحط على البراد لو كوب مال فخار، لو تحط هذا الستيل، يعني شغلات كلش حلوة تحطها تخلي الواحد يشتهي يشرب مي. بنات ثاني يوم احنا دي نتريق، دائما نحب البيض السلق ويا الصابون الفرنسي يطلع كلش طيب. يعني بنات جربوا هاي اللفة، انه تحطون بيضة سلق بصمونة فرنسية وتحطون فوقها هذا عندكم عنبة أو فلفل أسود طماطة، هي شغلات، وبس جربوها وشربوا ياها كوب حليب، والله راح كلش كلش تحبوها. أنا مو كلش هي البيض، يعني بالأخص بيض السلق، فمو كلش أحبه، بس هي الصمون الفرنسي لا كلش أحبه. هنا أنا ماما دي تدرس شو اسمه هذا الترمز، لانه شنو احنا بالطابق الثاني ما عندنا براد، يعني بس بالطابق الاول عندنا براد، ومن نصعد فوق بصراحة نتعاجز ننزل كل ساعة واحنا نعطش وهيجي. فماما قررت انه تدرس لنا الترمز مي وحطت بيه ثلج، وقالت هذا حطوه فوق، قالت حطوه فوق حتى تشربون من عنده، ما حد تنزلوا تصعدوا هالشغلات، بالاخص اني اظل بس اتسخر برهف ورهف تتعب من عندي. هالقد ما اقول يلا رايف امشي نزل جيبي لي مي كل ساعة انزلها واصعدها. فالضوج هاي احسن طريقة والله، مال البراد كلش عجبتني، براد بس على طريقتنا. وهنا انا اجا الغدا، طبعا الغدا دجاج شوي جابوه من برا يعني، بس كلش طيبة الدجاجة، ما اعرف وين المحل بالضبط، بس انه الدجاجة مالته كلش طيبة. هاي رهف يمي، شوفوا الشكل مالته كلش شهي. وهنا انا ورا ما خلصنا اكيد لازم نشرب الشاي. انا هذا شافكم الكلاس اللي قلت لكم عليه من الفخار، شوفوا تشربي مي هسه ما شفتاني، بسرعة اشتهيت انه انا اشرب مي. هسه وقت الشاي، وهنا رهف تتعارك على مود يوسف، تريد هي تشيله، ما تقبل اي احد يشيله. وهنا انا شنو نتفرج مسلسل في حفرة، طبعا انا شايفتها بس دا ارجع اتفرجها، يعني لان واحد يعني ضج عافية كل ساعة طلعتني فد شي على مود اتفرج حتى بس يضيع الوقت.
وبعدين هنا عيني رهيب جبرتنا إلا نلعب دومنا، معودة ما نريد نلعب دومنا لا إلا تلعبون وياي. فبنات هاي إحنا حتى نلعب غلط بس على مودها لهن ثبرتنا. فقعدنا ولعبنا وياها، وهي بالمناسبة هي اللي فرتها وهي اللي وزعتنا. وصحيح يعني حتى اللي وزعتهم صحيح، أنا تفاجأت. انت طلعتي تعرفين واني ما اعرف. طبعا صوتي كلش تعبان لاني تمرضت، صار لي تقريبا 4 ايام انا كلش مريضة بسبب الجو تغير علي، باردة وحارة وهيجي، فصوتي شوية تعبان اعتذر ما عليكم يعني. بس قناتها شلون طقطقت كلش ضحكتني. قلتي لما تطي اثنين بشوف اصابعها. خلتنا نلعب وياها اكثر من مرة، قالت الا تلعبون وياي. حنيت والله مجبورين نلعب وياها بس حتى توخر من عندنا. ليش شنو ظلت نك فوق راسنا الا هسه تلعبون وياي. وهسه قاعدة امي قاعدة تسمعني تحكي عليها، وصافني صافنا عليه اني شنو تحشي على يدي. وما تعرف هي طبعا احنا نقول لها على ارقام ويج. هنا انا دا ابدل ليوسف لانه انا كنت صعب ادله، يعني هو كل شيء يعني اذا من راسه الحليب اللي شربه كل شيء يذبه، ما تعرف شنو اسوي له. بديت للحليب طبعا، وبعده هو بعده اذا تلاحظون كلش ناعم، يعني جزء بالتصوير يبين سمين بس هو لا بالحقيقة كلش ناعم، وما دا يسمن ولا دا ينشنش ولا ابد. فحتى الحليب ما تغيرته، وبس قلت بركة الله شوية ينشنش يصير احسن. وهنا بنات اخر شي الختامية كانت قهوة. ولهنا بنات انهيكم الفيديو، اتمنى يكون فيديو سريع وبسيط وحلو، ومع السلامة بنات.